بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة آخر لقاء لنا كاجتماع خدام عشان الثلاث الجاي ليلة راس السنة، وفي ناس متابعة معانا كل سنة بنديها اسم، والسنة دي هنسميها سنة اللسان. اللسان مش النسيان، اللسان. مش عاوزينكم تنسوا، لا، سنة اللسان. الآية اللي هتشغلنا هقول العمر كله آية مهمة قوي، بتقول إيه؟ الموت والحياة في يد اللسان. الموت والحياة في يد اللسان. فلو الواحد فكر إنه أبديته مرتبطة بلسانه، حاجات كتير هتتصلح في حياته. احنا كل سنة بناخد فضيلة معينة تشغلنا طول السنة لعلنا نتقدم. ولو انتوا فاكرين 2013 كانت سنة ايه؟ العطاء. باين العطاء، الشكر دي اللي قبلها. كويس انتوا عايشين لسه في 2011، ماشي. السنة دي يعني اللي احنا لسه فاضل فيها اسبوع هي سنة العطاء. وبرضه عاوز اقول كلمة قبل ما السنة تمشي. عارفين لما المسيح اتكلم عن اصحاب الساعة الايه؟ الحادي عشر. في ناس يكون فات منها الدرس وتلحق على اخر وقت. فاحنا معانا اسبوع، فاضل اسبوع في السنة. اللي عاوز يلحق السنة دي يشوف هيعمل ايه الاسبوع ده. في العطاء اللي ماشيين معانا في التدريب، احنا قلنا كلنا السنة دي نحاول نطلع فوق العشور وندي يعني احسن حاجة عندنا، ونبقى مركزين في العطاء للي حوالينا، ان كان بالكلمة الحلوة، بالفلوس، بالتبرعات، بحاجات في ايدينا. وحذرتكم في أول سنة من كل الخزين اللي متخزن، وقلت لكم في آيات بتقول الخزين ده هيشهد علينا. أي حاجة مركونة غيرنا محتاجها تشهد علينا إن إحنا طماعين وأنانيين وماديين. فمعانا أسبوع، الليل هيفتح الدولاب ينقذ ما ينقذ إنقاذه يعني، أو يعيش معنى العطاء ولو آخر أيام. أما السنة دي فعاوزين نشتغل على لساننا، لأن اللسان عامل لنا مشاكل كتير قوي. والموت والحياة في يد اللسان معناها لسانك يحييك ويحيي غيرك، ولسانك يموتك ويموت غيرك. هديكوا مثل عشان تعرفوا الخطورة. لو واحد قال كلمة حلوة لشخص في وقت كان فيه عصبية وفيه خصام وفيه زعل، جواب اللين يصرف الغضب. هو أنقذ نفسه، لأنه لو كان انفعل وقال كلام وحش كانت بقت خطية عليه، ويمكن كانت وصلتهم لخصام والاتنين راحوا جهنم. هو أنقذ نفسه لما قال كلمة كويسة، والتاني هدي وفش وتصالح فأنقذ التاني كمان من الهلاك. والعكس نفس الموقف لو اتاخد في اتجاه عكسي، كلمة في كلمة الاتنين الناس يمسكوا في بعض، يكرهوا بعض، يخصموا بعض، يمكن العمر ما يكفيش صلح وينتهوا الاتنين في الهلاك. مثلا الحياة مرتبطة باللسان. ليه؟ لأنك انت بتنادي ربنا بلسانك، ولسانك اللي بينادي ربنا هيدخلك السماء، وهكذا. عاوز اكلمكم عن شويه حاجات بيعملها اللسان مهمه عشان نقتنع بالفكره، وبعدين نقول شويه تدريب، وبعدين ندخل في اجتماع الصلاه الخاص بنهايه السنه. اولا لسانك يكشف داخلك. ممكن واحد يعترض على الايه يقول يعني اللسان مجرد كلمه تبقى تحدد موتي ولا حياتي؟ ما ممكن واحد يقول كلام لكن يكون قلبه مختلف. الحقيقة المسيح له المجد اعترض على هذه الفكرة، قال زي ما في قلبك زي ما هيطلع على لسانك.
ما تصدقوش ان في واحد قلبه ابيض قوي ولسانه اسود قوي، ما فيش حاجة اسمها كده. ما تصدقوش واحد بيحب الناس جدا من قلبه وبيغلط في الناس بلسانه، ما فيش حاجة اسمها كده. ولا واحد قلبه اسود وكل كلامه حلو، لا، هيقول شوية كلام حلو يتجمل وهيطب بلسانه في حاجات لانه جواه مش كويس. فربنا يسوع له المجد علمنا مبدأ مهم، قال كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار. يبقى بداية كده لما نقول هنظبط لساننا السنة دي، الحقيقة هنضطر نظبط قلبنا، لأن عشان اللسان يتظبط هتلاقي نفسك مضطر تراجع على مشاعرك. لو شايل من حد لن يخلو الأمر أنك أنت إيه تغلط عليه بكلمة، لأنك قلبك مش صافي. فعشان ما تقولش ولا كلمة وحشة لازم هتنظف قلبك كويس. فقال من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. كل كلمة إدانة قلتها على شخص أو بتقولها على شخص معناها قلبك مش بيحبه، وكون قلبك مش بيحبه خطر جدا، لأنك ممكن ما تدخلش السماء عشان في واحد أنت مش بتحبه. يبقى أنت عاوز تشوف نفسك ما تقولش ولا كلمة على شخص، ما تغلطش في أي إنسان مهما عمل، هتضطر أنك تحب كل الناس. لو بتتكلم عن الفلوس كتير إياك تقول أنا ملياش في الفلوس، ما تكذبش، أنت بتحب الفلوس وخايف عليها ومشغول بيها بدليل انك بتجيب سيرتها كتير. يبقى اللسان مش بيطلع كده وبس، من فضلة القلب يتكلم اللسان. لو كلامك فيه ابتذال وفيه تهريج غير نقي اياك تقول قلبك نظيف، لا مش نظيف، ده بيطلع ده. فاول معنى مهم، ليه ربنا هيحاكمنا على لساننا؟ هل ده حكم سطحي حكم ظاهري تاخدنا بس بكلامنا يعني؟ لا، هاخدكم بكلامكم، لأن كلامكم بيقول اللي في قلبكم. فميزان القلب هو ذاته ميزان اللسان. تقدر توزن قلبك بكلامك، تقدر تعرف اللي جواك من كلامك طول اليوم. هتعرف اللي بتقوله بيشاور على ما تخزنه وتخبئه داخلك. فكرة تانية مهمة، اللسان يحدد المصير. ليه اللسان يحدد المصير؟ عندنا اللسان بيتكلم في اتجاهين، يا يكلم ربنا يا يكلم الناس. لو لسانك بيكلم ربنا كتير، بتصلي كتير، في آية جميلة قوي مريحة جدا برضو نحطها كده معانا طول السنة، كل من يدعو باسم الرب يخلص. هي مريحة أوي، كل اللي بيقول يا رب يسوع هيدخل السماء. طب ده احنا ما نبطلش، يلا اشتغل. الموت والحياة في قلب اللسان، في يد اللسان. لو هتفضل لسانك يقول يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع اشكرك، يا رب يسوع خلصني، هتخلص، هتدخل السماء. طب ايه اللي معطلك انك تستخدم لسانك في الاتجاه ده؟ انه بيقول كلام كتير فارغ لا مؤاخذه، بتكلم كلام كتير ملوش لازمه. في نفس الوقت يعني ده اتجاه كلام يدخل السماء، وفي اتجاه كلام تاني مع الناس اللي فيه الخير والحب والسلام وكل حاجه كويسه برضه يدخل السماء، لان بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. تعالى كده راقب يوم من ايامك اللي عشتهم، وتصور ان ربنا فجأة فتح عليك الأوضة او المكان اللي انت قاعد فيه وانت بتتكلم، وسألك زي ما عمل مع التلاميذ مرة، كنتوا بتقولوا ايه؟ الكسف. وقال لهم كده، كنتوا بتحكوا في ايه؟ الكسف. ليه؟ لان اللي بيحكوا فيه يدينهم ما يبررهمش، يحكم عليهم. كانوا بيتكلموا مين احسن فينا، من الاعظم. قال لهم اياكم الكلام ده، ما تجيبوه، ما تقولوش الكلام ده تاني. كل واحد يقول انا الاصغر، انا الاخير،
كلكم أحسن مني، كل واحد يقول كده ويبقى مقتنع بكده. إيه رأيكم بقى لو ربنا دخل علينا في أي وقت وقال كنتوا بتقولوا إيه؟ اللي هيقول له كنا بنحكي في المسرحية، واللي بيقول له كنا بنحكي في السياسة، واللي بنتكلم على الجيران، واللي شايفين الفلوس والغلا، واللي بنوصف وصف الطبيخ، واللي بنتكلم في الموضة، بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. طب انت واخد فرصة تعيش كم يوم، مش تقول كلام مفيد؟ مش تلحق نفسك بكلمتين؟ دول كلمتين يدخلوا السماء. لو انت واعي وقلت كلام حلو لربنا وللناس هتدخل السماء. احكي لكم عن شخص ما كانش واعي في المثل اللي حكاه المسيح بتاع الاثنين العبدين المديونين. جاب الاولاني وقال له ادفع اللي عليك، كان عليه كتير قوي. الراجل بكى وقال له تمهل علي، هو قال تمهل علي، دخلت قلب سيده الطيب، فقال له خلاص روح براء، مش عاوزين منك حاجة. تصور كلمة بسيطة زي تمهل علي، صلوة صغيرة، ارحمني يا رب، سامحني يا رب، اصرف غضبك عني، ما تحاسبنيش على خطيئتي، خلاص. يبقى خد براءة بكلمة، ما تنهاش، طلع مسك في اخوه قال له كلمة عكست البراءة، قال له تدفع اللي عليك، قال له طب اديني فرصة، قال له مفيش فرصة. هو قال مفيش فرصة من هنا، ورجع تاني لسيده، رجعوه طبعا فتنوا عليه، قال له تدفع كل اللي عليك، لأن بكلامك تتبرر بكلامك تدان. انت قلت كلمة حلوة، انا ما عنديش ادفع، ارحمني رحمتك، تمسك في اخوك وتقول له تدفع اللي عليك ومش راضي تفوت له، تعال نحاسبك بقى. يبقى نفس اللسان اللي كان ممكن يديك براءة هو اللسان اللي بيديك اعدام. ربنا يرحمنا. لسان بطرس اللي قال له انت المسيح ابن الله، قال له طوباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك، ما فاتش ساعة. نفس اللسان بطرس قال له حاشاك يا رب، صليب ايه وموت ايه وبتاع ايه، قال له اذهب عني يا شيطان. الله، مش ده نفس اللسان اللي لسه بيقول انت المسيح واعتبرته بيقول كل الصح وهنيته على المقولة دي، وقلت ده هيدخل، ده كده الايمان اللي هتتبني عليه الكنيسة كلها. ايوه، قال كلمة حلوة. وده اللي بيحصل معانا في ايامنا يا جماعة، نص كلامنا عدل، نص دي مجاملة لكن يلا، والنص التاني ملخبط. وده اللي قاله القديس يعقوب، يقول لا تصلح أن تكون هذه الأمور يا إخوتي، لعل عين ماء تنبع مرة ماء عذبا ومرة ماء مالحا. يعني عمركم شفتوا عين مية تشرب منها مرة تطلع مية حلوة، شويتين تجيلها تلاقيها مية بحر؟ في حاجة اسمها كده؟ مالكوا لسانكوا شوية كده وشوية كده؟ فنفس القديس يعقوب اعترض علينا، قال اللي يقول كلام حلو ما يقولش غير كلام حلو، واللي هيقول كلام وحش خليه بقى في الكلام الوحش على طول. يبقى أول حقيقة مهمة، أن لساني ده كشف قلبي فما أقدرش أخبي. تاني حاجة، لساني ده هيحدد مصيري، هيوقفني قدام ربنا، هيقول لي أنت قلت، أنت قلت بشقيها، أنت قلت فيا كلمة حلوة، أنت قلت ارحمني فرحمتك، أنت قلت أشكرك فأنا كمان فرحان أنك بتشكرني، أنت قلت ادفع اللي عليك، أنت قلت فلان بيعمل وبيسوي، أنت قلت شتيمة وكذب، تعال نحاسبك. نقطة كمان مهمة في اللسان نفتكرها، اللسان أهم وسيلة للتعبير عن الحب. صحيح الكتاب بيقول بلاش نبقى بتوع كلام بس، لكن يظل اللسان يعبر عن الحب. يعني ايه؟ لما تكلم ربنا بلسانك ده اجمل وقت في العمر، اجمل وقت في اليوم، احلى دقايق احلى ساعات هي اللي بتنادي فيها ربنا وتكلمه. انت بتقول له ايه؟ بتقول له يا رب بحبك، ما هو لسان حالك بيقول كده، بتنادي على اسم ربنا. فيقوم ربنا زي ما قال في النشيد مثلا، يقول شفتاك يا عروس ايه تقطران شهدا،
مع العروس دي الكنيسة لما نقف نسبح دلوقتي المسيح يبص يقول شهد بينزل من بقكم، بس ما بيطولش، لكن يعني ايه بيبقى فرحان ربنا. ليه بنسبح؟ بنقول أشكرك، بنرتل ونصلي وفرحانين. يقول تحت لسانك عسل، تحت لسانك عسل. في آية تانية في المزمور يقول تحت لسانهم سم، سم الأفاعي تحت لسانه. ممكن يبقى لسانك بينقط عسل وممكن نفس اللسان يطلع سم، وكلكم فاهمين وده بيحصل للأسف. لكن عبر عن حبك بلسانك. ربنا ده بتحبه، طب ما بتقولوش لي يا رب أحبك. داود يقول له أحبك يا رب يا قوتي. كل مزمور عبارة عن إيه؟ عن تعبير حب باللسان. تعبير جميل يقوله لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر. يعني أنا رب مش عارف أعبر، لكن لساني لما الروح القدس بيخليه ينطق بيطلع مني كلام أنا مش عارف قلته إزاي. أنت لا توصف من جمالك، فبقى لساني قلم كاتم ماهر. يعني زي واحد بيعرف يكتب قوي وبيعبر كويس قوي، وأنا ما أعرفش إزاي بقول الكلام ده. لدرجة في هوشع في آية جميلة قوي تقول إيه؟ خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب. الآية دي جميلة، مش بيقول لك هات فلوس ولا هات تقدمات ولا هات خروف ولا هات ذبيحة ولا هات لك كلمتين وتعالى، هات كلمتين في إيدك وتعالى لربنا. بماذا أتى الابن الضال إلى أبيه؟ مخلص فلوسه ومخلص كل حاجة ومضيع الكرامة ومبهدل الدنيا، خد له كلمتين حضرهم في دماغه، قال اروح اقول لابويا ايه اخطأ الى السماء وقدامك لست مستحق. كلمتين تكلفوه ايه يعني؟ ما انت ما تكلفتش حاجة. ايه رأيك بقى الكلمتين دول؟ خل الولد يدخل حضن ابوه ورجع لكرامته اكتر من الاول وبقى كل العز عنده. ايه ده؟ تعبير حب، تعبير حب. ما تعرفش تقول كلمتين حب؟ ده كلام الحب في الصلاة. التوبة حب، التسبيح حب، الشكر حب، الاتضاع حب، السجود حب، ذكر اسم الله حب. يعني كل كلمة بتقولها من جوه والحب شايلها بتطلع كلمة جميلة قوي عند ربنا، والحب أغلى حاجة عند ربنا. إذا لسانك بيعبر عن حبك، وبالتالي أنت بلسانك بتقدر توصل لربنا اللي جواك. نفس اللسان اللي ينقل حب الإنسان لله ينقل حب الإنسان للإنسان. يا أحبائي، إحنا حوالينا ناس كتير، فين لما نكتشف إن العمر مشي وملحقناش نقول لهم بنحبكم؟ يمكن مرة قلت لكم فيلسوف قال كلمة حكمة، قال بدل ما يجي اليوم اللي تجيب بوكي ورد وتحطه على قبر والدك، ابعت له وردة كل يوم وهو عايش. يعني ما تستناش لما يمشي وتقول ده انا كنت بحبه قوي، ما قلتلوش ليه في وشه بتحبه؟ مش كنت فرحته بكلمتين حلوين؟ ما تفرحه. احنا ساعات ما بنقولش كلام حلو لبعض، ما بنعبرش عن الحب لبعض، وبتخلي الحياة جافة ومسخة وملهاش طعم. بينما ربنا يسوع له المجد كان مغرق اللي حواليه حب، كان محسسهم كده ان كل واحد منهم محبوب في ذاته، مجرد ينادي عليه باسمه ويكرر اسمه ويهتم بيه، يا زكا لازم ادخل بيتك، يفرح، يحس انت عارفني باسمي وتدخل بيتي وتعمل لي اعتبار. يا بطرس محدش ساب حاجة الا وهياخد 100 ضعف. يا سامرية بالصدق قلتي. كل الكلام الحلو ده بيعبر عن الحب. زي الآية اللي بتقول الجواب اللين يصرف الغضب. ما هو الجواب اللين ده اللي كله حب، لما تطلع كلمة كلها حب، تصور اللي قدامك منفعل ومتضايق وعصبي وانت بتقول له بس يا حبيبي، يفش حبيبي في الوقت ده برضو ايه يعني، يمكن تفوقه. سعيدة اللي بينا اكتر من اي زعل، يعني ليه تسيب الزعل كده؟ تعبير آخر للقديس بولس يقول أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس. أنذروا وشجعوا، تعبيرات حب. لما تلاقي واحد ماشي غلط وتنذره بحب، يا حبيبي خايف عليك. بولس كان يقول كنت أنذر بدموع
كل واحد بأنظر بدموع، هذا حب، في واحد يهتم بيك يقول لك انت كده خطر عليك، فتتأثر جدا بكلامه لأنه طالع عن حب، أو واحد يشجعك بكلمة تبقى واقع وتبقى ملخبط وتبقى حاسس بفشل يقول لك ده أنا بستفيد منك، ده أنت مهم عندي. ده إذن التشجيع والإنذار تعبيرات حب. نقطة أخرى نفتكرها، أنا بعدي على شوية نقط لكن أنا عشنا في سنة 2014، يجوز ناخد مواضيع كتير عن الكلام واللسان في محاولة أن احنا نظبط لسان. إذا كان الكلام فضيلة فالصمت أيضا فضيلة. احنا بنقول احسنوا الكلام لأنه الموت والحياة في يد اللسان، فاحسنوا الكلام، عبروا صح لربنا وللناس، احسبوا الكلمة وهي طالعة، فكروا ان كل كلمة بتطلع من جوه ما فيش حاجة بتستخبى، كلام تعبير حب. كمان افتكر ان الصمت فضيلة، لان الجمع يقول للسكوت وقت وللتكلم وقت، والحكيم هو اللي يعرف امتى ده وامتى ده. ما هو مش حكيم اللي المفروض يسكت يقوم يتكلم، او مفروض يتكلم يسكت، لا ما يبقاش حكيم. لكن الحكيم هو اللي يعرف يتقن الكلام ويتقن السكوت، يعرف يسكت في وقت السكوت صعب على فكرة، في وقت تبقى ايه عشان تسكت دي عاوزة إرادة وعاوزة قوة وعاوزة حكمة انك تسكت روحك، لان اي كلام هيطلع هيبقى ملخبط. يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما ضابط شفتيه فعاقل. كتر الكلام لازم هيبقى في خطيه، بدل اتكلمت كتير يبقى اكيد غلط. اللي ضابط شفتيه اهو ده بقى حكيم وعارف بيقول ايه. آية تانية تقول بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم فلم تشاءوا. يعني قلتلكوا اهدوا شوية عشان تبقوا اقوى، واسكتوا شوية خليكوا تسمعوا صوتي، اهدوا عشان تعرفوا تصلوا. انتوا مش عاوزين هدوء ولا عاوزين سكوت، انتوا عاوزين دوشة وخلاص، انتوا مش عاجبكم الهدوء. اذا كان الكلام مهم السكوت كمان مهم، ولازم نتعلم السكوت الايجابي، السكوت اللي جواه صلاة، زي سكوت العذراء. ومن العذراء ساكتة لكن بتكلم ربنا طول الوقت، فيوم ما تتكلم مع الناس تقول كلام مفيد قوي وكلام مظبوط قوي، فيطلع شفتاك يا عروس تقطرا شهدا. الموت والحياة في يد اللسان. تعالوا نقول شوية حاجات مرتبطة بالموت وشوية حاجات مرتبطة بالحياة. الإدانة موت، عكس الإدانة نقول مثلا الستر، لكن قصاد الإدانة ممكن تحط التسبيح لو لسان بيسبح ربنا كتير. حياة طبعا، يا ترى انت بتتكلم عن الناس كتير ولا بتسبح ربنا كتير؟ النميمة موت، الشكر لربنا حياة. الكذب موت، انا مش بقول حاجة وعكسها، انا بديكوا امثلة عن يعني ايه اللسان يموت ويعني ايه اللسان يحيي. الموت والحياة في يد اللسان. الكذب موت طبعا، لكن التشجيع حياة. لما تشجع شخص ده ممكن كلمة تنقذ انسان من الانتحار او ترفعه من الكآبة اللي هو فيها، كلمة واحدة. طب انت ليه ما تقولش الكلمة دي؟ الافتخار موت، لما تقعد تقول انا وانا وعملت وسويت ومفيش زيي، انت كده عملت موت روحك. بينما النصح والارشاد اهو ده حياة، قلت كلام مفيد. التعالي موت، التعليم والوعظ حياة. الاهانة انك تهين شخص بكلمة ده موت، دي أذية ليك وممكن تأذيه هو كمان نفسيا. التعزية انك تعزي شخص بكلمة حلوة حياة ليك انت وللي بيسمعك. التذمر موت، الأفأفة والشكوى ده موت، وصادها الحب والاهتمام بأي شخص بكلام حلو حياة. التجديف، الاعتراض على ربنا والترياق على ربنا موت. التضرع في الصلاة والتذلل في الصلاة والانسحاق حياة. الكلام البطال عموما موت،
بينما التوبيخ واللوم الهادي العائل الحياة. نختم بشوية تدريب عشان نصل. هقول شوية أفكار أتمنى نشتغل عليها السنة دي ولو جزئيا. أول تدريب كان القديس أنبنطونيوس حاطط مبدأ مهم، قال كل خطية ليها علاج في الإنجيل، ولو حفظت الآيات اللي تخص الخطايا هتلاقي الآيات دواء ضد الخطية. احنا مش بنتكلم عن خطية واحدة السنة دي، احنا بنتكلم عن مجموعة خطايا مرتبطة باللسان. تعالوا احنا بنقرأ كل آية مرتبطة بفكرة الكلام او اللسان نحاول نحفظها، وهديكوا عينة. يعقوب 3:1-12 اللي قال فيه ان اللسان ده عامل زي الحصان اللي جام، وقال فيه اللسان ده عامل زي دفة المركب، وقال اللسان ده زي عين المية، وقال تشبيهات جميلة. فلو حفظنا 12 آية عن اللسان هتلاقوا نص مشاكلنا في اللسان خفت من أول السنة. يبقى ده تدريب سهل ما يكلفناش مجهود كبير، لكن هينقلنا نقلة إن إيه أصبحت مراقب لسانك. وده تاني تدريب، راجع الكلام. حاول كل ليلة تراجع شريط كلامك، سجل لنفسك، مش بقولها بشكل حرفي لحسن يقولوا عليك اتجننت، بس راجع اللي انت قلته. هتلاقي فيه كلام كتير ما كانش له لازم، وهتلاقي كلام كتير كان المفروض تقول عكسه، وهتلاقي ان كان في وقت لازم تسكت ما تتكلمش. مجرد ان انت بتراجع يوميا اللي انت بتقوله هيحصل تقدم تلقائي. المراجعة دي هتخليك تظبط نفسك لأنك أنت مراقب نفسك. يبقى مراجعة الكلام بدل ما تقعد تقول يا ريتني، وساعات يا ريتني دي تطلع مرة وفي 10 ما قلتش عليهم يا ريتني، ويكونوا يستاهلوا يا ريتني برضو. تدريب آخر للسان التروي في الكلام. ما تستعجلش في الكلام، اسمع كويس واتكلم قليل، اسمع كويس واتكلم في الآخر. في آية تقول إيه؟ من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه له حماقة وعار، يعني عيب عليه. يجيب عن أمر قبل أن يسمعه، اسمع بس الأول، افهم. إحنا من استعجالنا أحيانا نقول كلام يطلع، موضوع مش كده خالص. ما تاخد وقتك وتسمع. التروي في الكلام، البطء في الكلام يخليك تفكر قبل ما تتكلم، وبالتالي مش هتغلط كتير. وبعدين احنا في زمن كله بيجري، فكله بيتكلم ويبرطم ويتكلم بسرعة والغلط كتير. تدريب آخر هو السكوت. ان في مواقف كتير احسن حاجة فيها السكوت. لما تكون متضايق بلاش تتكلم، صلي بس، لان المضايقة هتخليك تقول كلام يمكن يبقى ملوش لازم، تتعصب على اللي حواليك، تجرحهم بكلمة، تنقد وضع، تعيب في حاجة. وبعدين لو كنت هادي تقول انا ايه اللي خلاني اقول كده، طب اسكت احسن. طالما متضايق كلم ربنا واسكت، غضبان اسكت، متذمر لا اسكت. خطر، خطر قوي الخطايا دي، لانها لو طلعت على لسانك غلطتها كبيرة، مشكلتها كبيرة. فلما تلاقي روح التسلط، يقول إن صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. الحق نفسك واسكت. تدريب آخر إيجابي للسان، اتعود تقول كلمة تشجيع وتقدير لكل شخص. كل شخص تقابله قل له كلمة حلوة، تشجيع وتقدير. هتلاقي إن أقرب الناس ليك حتى دي مش بتعملها معاهم. ليه ما تقولش لولادك مبسوط بيكم، فخور بيكم، بحبكم؟ ليه ما تقولش لمراتك سلم ايدك، ربنا يخليك؟ ليه ما تقوليش لجوزك كلمة كويسة؟ ليه ما بنقولش لبعض كلام محترم كويس؟ ليه بس وقت النقد نعرف نتكلم وفي التقدير ننسى؟ تدريب آخر ممكن يشغلنا انك تقول تعبيرات حب لله وللناس، طبعا للناس القريبين، وتعبيرات صادقة، تعبيرات صادقة.
لأن تاني بقول لكم تعبير واحد عند ربنا ممكن يفرق معاه قوي. كلكم عارفين إن في شوية كلمات ذهبية كده دخلت الناس السماء. كلنا سقفنا للص اليمين لما قال إيه؟ اذكرني يا رب متى جيت؟ كأنه يعني قال اللي محدش يعرف يقوله، مع إنه كلام بسيط. بس برافو عليك. في الوقت ده لما قلتها يا بختك، كلمة جملة نقلت مصيرك، ولا العشار اللي قال ارحمني أنا الخاطئ، ولا الكنعانية اللي قالت يا ابن داود ارحمني، ولا أنا زي الكلاب تحت الترابيزة مستنية اللقمة. كل دول قالوا كلمات بسيطة إنما عملت فرق تاريخي في حياتهم وفي حياة البشرية كلها. اتدرب إنك أنت تقول دعوات أو صلوات قصيرة. كل شخص يسلم عليك قل له دعوة، بدل ما تقول كلام عادي قل له ربنا يفرحك، ربنا يبارك لك، ربنا يسعدك، ربنا يطمنك على أولادك، ربنا يديك الصحة، رب. حط اسم ربنا عشان تطلع جملة مفيدة. حط كل اسم ربنا، وربنا بيصرف على فكرة، ربنا من طيبته أنت تدعي وهو يصرف. وربنا خير وبيحب الناس كلها. طب أنت ليه ما تقولش الكلمة الحلوة دي تفرح اللي قصادك وتفرح السماء؟ من التدريب الجميلة صلاة يسوع أنك اسم يسوع يلزق في لسانك، يلزق يعني خلاص بقى لازمة. نقول في التسبيحة فلنقل بحلاوة يا رب يسوع، يعني نقولها وإحنا مستطعمينها، ونقول دي الجوهرة، الجوهرة الغالية اللي مضر تاجر باع كل شيء واشتراها اسم يسوع. نحن نفضل ننادي الاسم بس، هو ده تدريب لوحده يظبط اللسان. تدريب خاص باللسان كمان انك تردد الايات. تلاقيكوا احيانا نحفظ اسماء مش عارف ممثلين واسماء وزراء واسماء بلاد واسماء اغاني طبعا وافلام، ويمكن مش بس اسماء الاغاني، الحشو كله. طب والايات وكلام ربنا، ما هو ده شيء جميل انك تردد الآية، تفضل ترددها كل شوية. في ناموس يلهج نهارا وليلا، هو تدريب حلو يخلي اللسان كده نقي، لأنه عمال يعيد ويزيد في شوية آيات. تدريب أخير إنك منين ما تتكلم تمسك بالوداعة في الكلام. تعصبش، ما تكشرش، ما تحتدش، ما يعلاش حسك، ما تجرحش، ما تخبطش. المسيح قال تعلموا مني لأني وديع. يعني إيه وديع؟ يعني كل كلامه في رقة، في لطف، في أدب شديد، في تواضع. يبقى وانت بتتكلم فكر نفسك بالكلمة دي وداعة، هل اللي انت بتقوله ده يمشي مع كلمة وداعة؟ هل طريقة الكلام دي تمشي مع فضيلة الوداعة، ولا فيها تجريح، ولا كلمة بايخة، ولا كلمة جرحة، كلمة ناشفة؟ ربنا يدينا نعمة ان السنة دي تبقى فيها نقلة كده، بحيث لساننا يمجد ربنا.